هل يحاول الأمير هاري البحث عن عمل بسبب ميغان ماركل؟ تعرفوا معنا على التفاصيل. الأمير هاري وزوجته ميغان انتشرت حولهم شائعة جديدة، حيث نشرت إحدى المجلات العالمية تقرير وتحدثت في إنه الأمير هاري بيبحث في الوقت الحالي عن وظيفة إضافية واضطر للقيام بذلك لحاجته لدخل إضافي حتى يتمكن من تغطية نفقات زوجته ميغان الضخمة على الملابس والأغراض الباهظة. لكن الخبر كان مجرد شائعة، حيث أكد موقع جوسيب كوب عن مصدر مقرب من أنه لا صحة لما تردد عن الأمير هاري أنه بيبحث عن وظيفة إضافية لتغطية النفقات الضخمة لزوجته ميغان، فهو من أهم أعضاء العائلة المالكة وما راح يحتاج لذلك. ولكن تصريحات ميغان خير دليل على عدم صدق شائعة عمل الأمير هاري، لأنها بتصرح بعدم حبها للإسراف رغم مركزها وبتبحث دائماً عن العروض قبل شراء أي شيء. ومن الجدير بالذكر أنه الأمير هاري بيتخذ إجراء قانوني ضد الحكومة البريطانية بشأن قرارها إزالة أمن الشرطة البريطانية. وكتب محامو هاري خطاب لوزارة الداخلية إنهم راح يسعوا لمراجعة قضائية إذا ما تم تزويد آل ساسكس بالأمن أثناء وجودهم في بريطانيا، واللي أوضحوا إنه قام بدفع ثمنها. وحكى ممثل قانوني إنه هاري يريد إحضار ابنه أرتشي وبنته ليليبت لزيارة من الولايات المتحدة، لكن عائلته غير قادرين على العودة لمنزله لأنه الوضع خطير. يأتي ذلك في أعقاب حادث وقع في لندن في صيف عام 2021 عندما تعرض أمنه للخطر بعد ما طارد مصورون سيارته أثناء مغادرته مناسبة خيرية. وأضاف الممثل القانوني للدق في بيان أنه راح تظل المملكة المتحدة دائماً منزل للأمير هاري وبلد يريد أن تكون زوجته وأطفاله آمنين فيها، ولكن مع عدم وجود حماية من الشرطة تأتي مخاطر شخصية كبيرة، والدق يمول فريق أمني خاص لعائلته، ومع ذلك لا يمكن للأمن تكرار الحماية الشرطية اللازمة أثناء التواجد في المملكة المتحدة. في غياب مثل هذه الحماية لن يتمكن الأمير هاري وعائلته من العودة للوطن.